أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذة المحامية إيمان حسن عبد الرحيم، وهي من التحالف الثوري السوداني. موضوع الحلقة مستمعينا الكرام التحالف الثوري السوداني تقدم بمذكرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يوم 28 من شهر 1، بيطلب من المدعي العام أنه يبدأ التحقيقات في الانتهاكات التي صاحبت الحرب في السودان. وحددت المذكرة الانتهاكات دي في نقاط متعددة. اليوم سنتناقش مع الأستاذة إيمان حسن حول هذه المذكرة وحظوظ اعتمادها من قبل المدعي العام وبداية التحقيق في كل الانتهاكات. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان حسن في راديو دبنجة. أهلا بك وسهلا ومرحبا بكم جميعا. المجد والخلود لكل الشهداء، حتى آخر شهيد سقط في حرب 15 أبريل العباسية، واتمنى أنه يعم السلام البلاد ونرجع للحق ويكون في ديمقراطية في الوطن، يعم الخير والسلام إن شاء الله. أستاذة إيمان، طالعنا في وسائط الإعلام مذكرة مقدمة من التحالف الثوري السوداني للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. التحالف بيطالب المدعي العام أنه يبدأ تحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الحرب، لكن هذه المذكرة مزيلة، أو مقدم المذكرة إنابة عن التحالف الأستاذ المحامي إيمان حسن عبد الرحيم. بداية، ما هو التحالف الثوري السوداني؟ التحالف الثوري السوداني هو جسم تم التنادي له عبر لجان المقاومة والأجسام الثورية والكتل المطلبية وقوى الثورة الحية والهيئات الحقوقية اللي بتدافع عن الثوار. كل الأجسام دي كلها عندها عضوية وعندها حاجات براها قوانين وإجراءات، لكن يتحالفوا مع بعض من أجل حاجتين: من أجل إنه إيقاف الحرب والانتهاكات وخدمة ضحايا الحرب أو المدنيين في غرف الطوارئ، ومن أجل بعد ذلك تحقيق السلام في برنامج شامل يضم كل المعنيين، سواء كانوا سياسيين أو إدارات أهلية أو طرق صوفية وقوى مجتمعية غير قوى الثورة الحية والقوى المدنية، وكل الناس دي تجي تتنادى عشان تناقش مشكلة السودان المتجذرة من الاستقلال لغاية اليوم، وقسمة السلطة والثروة ومعالجة كل المشاكل العالقة الكل مرة بتقوم بها حرب جديدة. في شكل بعد ما ينتهي حيكون في شكل عقدي اجتماعي بين الناس، بعد ذاك تجي تتشكل شكل الدولة يتفقوا عليها في المؤتمر الجامع ده، ويتعمل الدستور الدائم والحياة البرنامج. وعملنا تواصل مع الإدارات الأهلية في سنار وفي القاهرة، وعملنا مع طرق الصوفية الشيخ حاج حمد الجعد ونسير الشيخ الزرقاب والشيخ أزرق طيبة والختمية، طرق كثيرة يعني تواصلنا معهم ورحبوا بالفكرة دي ومتواصلين معهم على أساس إنه إحنا في النهاية همنا الوطن. نعم أستاذة. نعم. موضوع حلقتنا المذكرة التي تقدمتم بها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيطالبوه بأنه هو يفتح تحقيق في الجرائم التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل واللي وقعت من قبل الدعم السريع وقوات القوات المسلحة السودانية وكتائب الإسلاميين، وضعتوها بين قوسين البراء بن مالك وآخرين. وقلت الكلام ده تم بمساعدة إعلاميين وصفحات إعلامية بتخص كل جهة من الجهات الثلاثة المشار إليها. قلت الكلام ده جه مخالف لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة اللي هي خاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب لسنة على ما أذكر 1949. وبعد ذاك سردت كل الانتهاكات. ترين نعرف يعني أنتوا رصدتوا الانتهاكات اللي ذكرتوها في المذكرة كيف، وما هي الانتهاكات اللي انتوا بتشوفوها في مذكرتكم هي مخالفة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب؟ طيب، أول حاجة طبعا الرصد، نحن ما خدتنا أرقام وما خدتنا النوع، يعني كذا معتقل وكذا شهيد وكذا اختفاء قصري وكذا اغتصاب، لكن من خلال الجرائم الحاصلة كلها والحاجة الموجودة قدام النظر بالنسبة للناس، احنا خدتنا الحاجات دي كشكل عام بالنسبة للجرائم، والبناء انها تندرج في المشروع بتاع نظام روما
الأساسي كويس، اللي هي فيها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. طبعا الكلام ده كله نص عليه الميثاق الدولي بتاع حماية المدنيين في 12 أغسطس سنة 49، ومعه البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف الأربعة بتاع 49. الكلام ده الأحداث القدامنا في جرائم إبادة جماعية وحصلت في دارفور تحديدا في جنيف وفي في مناطق تانية، والجرائم العنصرية برضها دي برضها مرفوضة دوليا في قتل على أساس الجنس والعرق والقبيلة، وفي إقصاء على أساس الوصف السياسي، وفي منع على أساس إنك أنت ما تشتغل، ده برضه بتقع في الجرائم الدولية، في ضرب لمناطق المدنيين واحتلال لمساكنهم، دي برضه جرائم ضد الإنسانية وبتخالف الاتفاقية جنيف الأربعة سنة 49. ده غير الاختفاء القسري اللي هو يعني زول فجأة بيقوم ما فيش ما معروف محله وين وبيقبضوا بدون جريمة. ده غير التهديد بيقول أنا حأقتل، دي برضه جريمة بتاعت حرب. في شغل تاني تم بتاع إنه في عدد من النساء اتعرضنا ل يعني الله يكرم السامعين للاغتصاب، وفي بعض منهم أخذوهم خارج الخرطوم. يعني في روايات بتقول إنه في ممارسات يعني الضغط عليهم عشان ما يمارسوا البغاء القسري، وده برضو القانون بيمنعه. ده بالنسبة للجرائم. وفي طبعا نشطاء اتقبضوا، وفي أطباء، في محامين، في صحفيين، واي انسان فاعل في اعضاء لجان المقاومه ومنعوه. استاذه بس في النقطه دي انتوا قسمتوا نعم. الانتهاكات دي انتهاكات ارتكبتها الدعم السري، وانتهاكات ارتكبها القوات المسلحه، وانتهاكات ارتكبها الميليشيات الاسلاميه زي ما سميتوها. لكن ورد في انتهاكات الدعم السري انها قامت باعتقال وقتل عدد من المحامين والاطباء والكوادر الطبيه والصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين وفي مجال العون الانساني، وتعذيبهم بالقتل وقتل عدد منهم. أشرت برضو في فقرة من الفقرات إلى صحفيين وصحفيات وناشطين في مجال السوشيال ميديا أو الصحافة، قلت إنه نشاطهم يعني يخش ضمن الانتهاكات دي. أشرت لصحفيين وصحفيات وناشطين على مستوى السوشيال ميديا بالاسم. داير أعرف يعني هل أنتوا وثقتوا لقتل المحامين والأطباء والكوادر الطبية والناشطين السياسيين والحقوقيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وتعذيبه؟ هي طبعا الجرائم دي حصلت، انا الاسماء ما اقدر اذكرها لك، لكن بتمسك رفاعه في طبيب اتقتل، الخرطوم في اطباء اتقتلوا وكوادر طبيه، في نياله في محامين بتاع حقوق الانسان، في واحد اتقتل ومعه جاره، عندنا محامين تم اعتقالهم في ام درمان، منهم استاذ كان معنا في هيئه دفاع توبك، ده قبضوه نحن بنفتش فيه 5 يوم، ده غير المحامين الثانيين، في محامي لغايه الان نحن ما لاقينه في الخرطوم، في ناشطين اتقبضوا ويعني في النهاية يتوفوا، في ناس من لجان المقاومة عزبوهم، حتى في واحد أخير جابوه لغاية جابوه حي بعد ساعات ما، يعني دي الجرائم اللي بتحصل. تمام، في ناشطة بتاعت حقوق إنسان في نيالة دي برضه تم قتلها، يعني رصدها وقتلها عديد كده، ودي حاجات كلها طبعا انتهاكات. دي حقيقة يعني نحن ما حددنا ليه أسماء، ما حددنا أشخاص، عشان لأنه الحاجات دي بعد ذاك هي بتظهر، ده مجال التحقيق. أيوة. ده مجال التحقيق، التحقيق بيجيب الحاجات دي بالأسماء وبالبينات. إحنا طالبنا قلنا أنت عارف استخدم صلاحياتك حسب المادة 9، يعني هنا استردنا في المذكرة على المادة 5 من نظام روسو مالا أساسي، طالبنا المدعي العام استخدم صلاحياته نعم. في التحقيق دي جاي اللي أيوة. قبل ما نصل للمدعي العام، هل يعني أنتوا فقدتوا ثقة تماما في أي عدالة أو أي نظام قضائي في السودان، وبالتالي تجاوزتوا مسألة التحقيق العدالة عن طريق الأجهزة السودانية وقفزتوا طوال للمؤسسات الدولية؟ والله طبعا نحن الوضع الآني ما في قضاء حاليا، الدولة ما في حكومة الأمر الواقع الآن. أنا حأسخ كيف في قضاء إذا كان والي من الولاء بيقول أنت يا ناس الحرية والتغيير شيلوا حاجات، من أي زول بعارض الاستنفار يشيل حاجات ويطلع برا المدينة ما عايزينه، ده أنا حأسخ فيه. كيف أجي أقدم له قضية أقول له الجيش انتهك، ولا الدعم السريع انتهك، ولا ناقض طيب البراء انتهكوا، حأسخ كيف في قضاء تحت ولايته؟ نعم أنا ما داير عدالة. طيب أنا كيف أثق إنه أنت بتجي تحتل لي مستشفى ولا تطرد لي ناس ناشطين في المستشفى في غرف الطوارئ تعتقلهم أنت كجيش أو أنت كدعم سريع؟ أثق كيف انت بتضرب لي بالطيران المستشفيات؟ تمام، او بتضرب لي الكباري بتطلع لي من المدينه بتخليها تستباح؟ انت جيش منضبط حسب قانونك، انك انت مهمتك الاساسيه الدفاع عن المدنيين، انت بتخلي المدنيين عرضه للانتهاكات، بتمتنع عن الدفاع عنهم، دي جريمه، الامتناع ذاته جريمه. يعني وصلت لقناعه تامه انه النظام القضائي السوداني انهار والنظام الاداري في الدوله انهارت، وبالتالي الملجا الوحيد بالنسبه لكم الان هو المؤسسات العدليه الدوليه
الدولية نعم ولجأت للمحكمة الجنائية الدولية. أستاذ إيمان، المحكمة الجنائية الدولية ووفق نظام روما اللي أنت تحدثت عنه، هل يقبل إنه جسم زي جسمكم ده يقدم طلب، يطلب من المدعي العام إنه يحقق؟ وهل التحقيق اللي بيقوم به المدعي العام ده عشان يشمل كل السودان هو قرار بيتخذه المدعي العام ولا بتتخذه جهات أخرى؟ أول حاجة المحكمة اختصاصة حسب المادة بتاعتها اللي ذكرناها دي، يمكن المواطن ما يكون عارف لكن أنا بذكرها، المادة 5 اختصاصة إنها هي تحقق في جرائم الإبادة الجماعية وتحاكمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تمام؟ وحددتها في فصلتها في المواد 6 و7 و8، ما حخش في التفاصيل بتاعتها. القانون بتاع المحكمة الجنائية ده أداها الحق في إنها يعني الصلاحية بتاعت التحقيق من ضمنها في المادة 9 من ضمن المدعي العام عنده الحق إنه يحقق في الجرائم دي. طيب حتى الأشخاص ممكن يقدموا إذا في انتهاكات حصلت عليهم، ممكن يقدموا للمحكمة الجنائية دي أو يقدموا للمدعي العام الطلب بتاع التحقيق، تمام؟ في غير كده في قرارات بتطلع دولية زي القرار بتاع 1593 اللي طلع سنة 2005، ده قرار بتاع دارفور بتاع مجلس الأمن، ده تم إحالة التحقيق فيه ليه؟ للمحكمة الجنائية، ده بأمر طوارئ. فأساس التكوين أو التشكيل بتاع المحكمة الجنائية دي هو العمل على إحلال السلم والأمان ومحاربة حروب ومرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، يعني عايزين يحافظوا على الأمن والسلام العالمي. الاختصاص ده هو اختصاص شكلي حاليا، التحقيق ده بعد ذاك عنده إجراءات داخل مكتب المدعي وداخل أروقة المحكمة الجنائية لغاية ما يصل بعد ما يتم التحقيق، إذا اقتنعوا بالأسباب اللي احنا ذكرناها دي، وبعد ذاك يسمعوا بينات ويتحروا ويستوصوا من كل الجهات، حتى بعد ذلك ممكن يرفعوه للمحكمة الجنائية الدولية، ده حسب المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية، بعد ذلك يتم فيه الإجراءات. نعم يا أستاذة، يعني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عندما وقعت الانتهاكات المصاحبة للحرب وخصوصا الانتهاكات اللي وقعت في الجنينة، أعلن أنه هو لديه الحق في التحقيق في كل الانتهاكات التي تقع في دارفور، وده امتداد للحق اللي أخذه من الإحالة بتاعت ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. بمعنى تاني حصر تحقيقاته في دارفور وفق التفويض الممنوح له بموجب الإحالة، ولم يشير رغم أنه هو على علم أنه هناك انتهاكات صاحبة الحرب خارج دارفور، لكن أعلن أنه هو حيبدأ التحقيقات في دارفور لأنه هو عنده تفويض. ده بمفهوم المخالف بيخلينا نحن نفهمه أنه هو حتى الآن ما عنده الحق في التحقيق في الجرائم اللي وقعت في السودان خارج إطار دارفور ما لم تتم إحالة جديدة من مجلس الأمن أو يجي طلب الدولة ذاتها في التحقيق. رأيك شنو في الكلام ده؟ الكلام ده هو فيه جزء صحيح وفيه جزء ناقص. الجزء الناقص إنه نحن بنقول إنه إذا كان الكلام ده قاصر على الإحالة من مجلس الأمن بس وعلى قرار دارفور، ما كان تم إحالة قرار بتاع تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان من قبل مجلس الأمن لمجلس حقوق الإنسان، بناء على طلب قدمت به المملكة المتحدة نيابة عن ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، وحصل فيه تصويت، حصل فيه تصويت يعني حاز على 19 صوت أعضاء مؤيدين وعارضوا 16 ويمتنعوا 12، فبيبقى أساسا في علم دولي داخل أروقة الأمم المتحدة بأنه في انتهاكات في مواجهة المدنيين وفي جرائم قاعد ترتكب إبان الحرب بتاع 15 أبريل دي. الكلام ده بيديك إنك أنت يعني عندنا العلم طالما في لجنه بتاع التقصي حقائق ومجلس الامن وافق على الكلام ده وتم احالته لمجلس حقوق الانسان، بيبقى في كلام، بيبقى في طلب ثاني قدموه ناس معنيين داخل ارض الواقع. ده الطلب ده بيعتبر شنو؟ بيعتبر التماس بتحقيق، يعني انا بقول لك تعال تعال شوف هنا في جرائم، شوف كلام يمكن يكون ما صح لكن ده طلب. انا 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 كمواطن او كجسم معني بشغل اجتماعي وبشغل نضالي وبشغل، وانا كجزء من مجتمع حاصل عليه انتهاكات، انا بطالب حمايتي وحمايه وطني وحمايه الناس من الانتهاكات المدنيه استنادا على الحقوق، قانون الحقوق، وثيقه الحقوق المدنيه واتفاقيه الاتفاقيات الاربعه سنه 49، واستنادا على البروتوكول الثاني بتاع 77 الملحق بالاتفاقيات دي. اساسا هي المؤسسه الدوليه دي الروح بتاعتها اللي اتعملت بيها سواء كانت الامم المتحده او الهيئات الداخله مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان كلها معنيه بتحقيق العداله وصيانه حقوق الانسان والدفاع عن
الحريات والدفاع عن الإنسان بإيقاف جرائم الحرب والانتهاكات وكل الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الأربعة دي. هي عملت كده، يبقى أن إحنا أصلا من حقنا نحن نطالب بحاجة زي دي. المدعي العام للمحكمة الجنائية يعني قدم إحاطة لمجلس الأمن قبل أسبوعين، وقبل زار معسكرات اللاجئين السودانيين الذين لجوا إلى دولة تشاد قبل 20 سنة. تحدثنا مع الضحايا، ضحايا المأساة الأولى في دارفور، بموجبة تمت الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي العام. الكثير منهم يا أستاذة أصبحوا بيشكوا في مسألة تحقيق العدالة عن طريق المؤسسات الدولية، وبيقولوا حتى المحكمة الجنائية الدولية ما قدمت لنا أي حاجة، نحن قاعدين منتظرين 20 سنة ما شفنا أي حاجة. في ظل الوضع ده كله أنتم ما زلتم بتثقوا في المؤسسات الدولية دي إنها تحقيق عدالة؟ طيب نحن ما هي أنت بتشوف الطرق أمامك عشان تحقيق بها العدالة، الأسلم إنك أنت تسلك الطرق الموجودة قدامك عشان تحقق العدالة، ولو هي حتكون طويلة ويمكن ما يعني تأخذ سنين 20 سنة حاجة زي دي، ولا أنت تقعد ما تقدم طلباتك وتخلي لغاية ما تجي العدالة تحت البندقية، ما هي كده حتبقى أنت في خيارات. فالأفضل أنا بفتكر إنه الإنسان هي العدالة الدولية بطيئة، أنا معك، وفي بطء في الإجراءات وصاحبتها ملابسات كثيرة، وحتى كان في عرقلة من النظام السابق في إنه يساعدوا في التحقيق، وزي ما هسه تشكلت اللجنة بتاعت لمدة السنة دي، طوال الحكومة بتاعت الأمر الواقع شكلت لها لجنة برأس النائب العام، يعني زي شنو بس كده يعني إنه يعرقلوا الشغل. تمام، الشغل ده عايز يعني حقيقة هسه نحن شغلنا ده احنا بنناشد منظمات المجتمع المدني والناس الفاعلين في حقوق الإنسان في الهيئات الدولية إنه يساعدونا عشان الشغل ده يمشي بسرعة، لانه الشغل ده داير ناس تدفعه، داير ناس تجيب معه تعمل له سبورتنج كويس، لانه انت داير متابعه، داير تجيب بيانات، داير شهود، داير تحرك، حاجات كثيره كويس، وداير قانونيين وداير ناس فاعلين في حقوق الانسان عندهم الدرايه بكيفيه يعني التفاعل مع الاجراءات بالشكل ده. تمام، ملف دارفور يعني هو صح قدم 2005 طلع القرار وكده وبقى بطيء، بقى بطيء لانه ما يعني انا بفتكر انه ما كان في الملاحقه او المتابعه اللصيقه، وكان في بطء من الاجراءات بتاعت المحكمه ذاتها. تمام، فكان يعني الحاجه دي لازم يكون فيها متابعه، وانا بفتكر الحاجه دي بنعزيها لحاجات كثيره، الوضع الامني، الوضع السياسي، سيطره الدوله الشموليه العسكريه الاسلامويه كويس، وبمساعده الدول الاخرى، وما ننسى عمر البشير لما دار يتم القبض عليه في جنوب افريقيا حصل شنو. تمام، المذكرات اللي بتطلع بالتوقيف وما بيتم تنفيذها باعاقه من الاسلامويين ومن النظام ذاته، فدي كلها معيقات لتحقيق العداله. انت ما حتقدر تحقق العداله لما ضبطت الزول وجبته وخطيته قدامك. نعم، استاذه ايمان حسن عبد الرحيم المحامي عضو التحالف الثوري السوداني، انا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة، تحدثنا حول المذكره التي تقدمتم بها من التحالف الثوري السوداني الى المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه تطالبه بالتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الحرب في السودان منذ 15 ابريل. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه، شكرا لكم.